بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتي ورحمة الله وبركاته. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. هذه الواقعة الجميلة في كتاب الله عز وجل يتحدث عن تلك الأمة التي كانت تعيش على ساحل البحر، ويقول بعض المفسرين أن الحالة الاقتصادية التي بها اختبرت تلك الأمة هي التي كانوا يصطادون من تلك البحار أو من تلك الأنهر الأسماك ليعيشون بسببها. فجاءهم اختبار الله عز وجل بأن حرم عليهم صيد الأسماك أو صيد تلك الأشياء من ذلك البحر، فهنا جاء الاختبار الإلهي لهم بأن جعل لهم يوما محددا لعدم الحركة ولعدم استخراج تلك الأشياء، أما باقي الأيام فكانت حلال لهم. عند ذلك وقع الاختبار بين الأمة. الله عز وجل يقول: افترقت هذه الأمة إلى ثلاثة فرق. وهنا نريد أن نأخذ فائدة اجتماعية، بمعنى آخر أحبائي نريد أن نسقط هذا النص على واقعنا الاجتماعي. سوف نجد أن المجتمع منقسم عادة في التعامل مع أحكام الله إلى ثلاثة فئات وإلى ثلاثة فرق. تقول بعض النصوص وبعض الروايات أن فئة من تلك الأمة جعلت حاجزا أو أوجدت شراكا أو مخبأ ما تدخر به الأسماك يوم السبت، ولكن في اليوم الآخر يستخرجونها. قسم من هذه الأمة اعترض على هؤلاء وقال لهم إن فعلكم مخالف لأمر الله عز وجل، فأنتم تتحركون وأنتم تقدمون مقدمات الحرام. لذلك اعترضوا، بمعنى آخر قالوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. الطرف الآخر في هذه الأمة بقى متفرجا، بقى ساكتا لا يتدخل، بل زاد الأمر سوءا عندما اعترض على أولئك الذين تحركوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقالوا لهم: لم تعظون قوما لله مهلكهم أو معذبهم؟ قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. ولكن قبل أن نذكر تلك الأشياء في ذلك النص المبارك، هنا نريد أن نخرج بفائدة. أهل الإيمان لهم صفات وأهل النفاق لهم صفات. أهل الإيمان لهم دلائل، لهم علامات، وكذلك غيرهم له علامات وله دلائل. كيف نميز؟ لعل العلامات أو لعل تلك الدلائل كثيرة، ولكن من أبرزها لكي نميز أن هذا الطرف من أهل الإيمان أو أن هذا الطرف ليس من أهل الإيمان هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فعندما نقرأ في بعض الآيات المباركة تقول: المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. هؤلاء متشابكون، هؤلاء متحدون، هؤلاء متوافرون متضافرون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يحبون الخير للناس ويحبون تعليم الناس، فيأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ولكن عندما يتحدث الله عز وجل عن أهل النفاق مقابل هذه الآية تأتي آية أخرى تقول: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. وهنا نريد أن نأخذ فائدة طيبة لنحسن الظن ولنغير فكرتنا ورؤيتنا باتجاه من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. الذي يأمر بالمعروف بمعنى في قلبه حب للناس، الذي يأمر بالمعروف بمعنى في داخله نفع للآخرين، لذلك هو ينبري ويتحرك لكي ينفعهم ولكي يعلمهم. أما الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فهو في قلبه شيء كثير وكبير من الأحقاد والسواد، لذلك لا ينفع الناس ولا يعلم الناس، بل يكون أنانيا وضيقا وذاتيا، فيحبس المنفعة لنفسه فيأمر بالمنكر وينهى عن المعروف. لنرجع إلى النص أكثر. عندما افترقت هذه الأمة باتجاه حكم الله إلى ثلاثة أقسام، قسم انبرى لفعل الحرام واصطاد الأسماك في يوم السبت، وقسم اعترض على ذلك الفعل، والقسم الثالث بقى متفرجا. هنا توجد ملاحظة جميلة. النص المبارك يقول: كانوا يرون الأسماك شرعة، بمعنى واضحة متلألئة
وهنا جاء الاختبار الإلهي عندما يزين للإنسان سوء المعصية وسوء الأفعال، وهذا اختبار إلهي وتزيين من الشيطان، لأن الله يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. بعض القراءات المروية عن أمير المؤمنين يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هو الشيطان يزين للإنسان سوء أفعاله لذلك يمشي. فعندما يأتي بعض الناس الذين يزين لهم فعل المعاصي والأخطاء، وإذ بهم يرون تلك المعصية ظاهرها جميل ولكن باطنها قبيح، هم يرون الشيء الجميل والذي في الواقع هو قبيح عند المؤمنين، فهنا تقدموا وتحركوا لفعل الحرام. جاءت الأمة المؤمنة وإذ بها تقول نحن يجب علينا أن نأمر، نحن يجب علينا أن ننهى عن المنكر، فقالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يحذرون. الطرف الساكت وهو ما يسمى بالطاقة السلبية الموجودة في المجتمع وقفت ضد أولئك الذين تحركوا بأمر الله، قالوا لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليم، ما الفائدة من وعظكم، ما الفائدة من تذكيركم؟ وإذا بالجواب يأتي على شقين وثمرتين، قالوا أولا نحن عندما نتحرك في المجتمع نعلم نزكي نربي لكي نكون معذورين أمام الله، ولكي نكون أمام الله من الناس الذين امتثلوا وأمروا، لذلك قالوا معذرة إلى ربكم لكي نكون معذورين أمام الله. والأمر الآخر نحن عندما نبلغ ونذكر ونحذر قالوا ولعلهم يتقون، لعلهم يحصلون على النتائج الطيبة، ونحن نقول في الحكمة على المرء أن يسعى بمقدار جهده وليس عليه أن يكون موفقا. لذلك عموم هذا النص المبارك يجب أن ننظر إليه في واقعنا الاجتماعي، فعندما نتعامل مع آية من آيات الله، عندما نتعامل مع الأحكام الشرعية، عندما نتعامل مع أهل البيت عليهم السلام، مع أي شيء يدعو إلى الله، هل أنت من الطرف الذي يرتكب الحرام؟ هل أنت من الطرف الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر؟ هل أنت من الطرف الثالث الذي يقف ضد المصلحين، ضد العلماء الربانيين؟ الله عز وجل يقول كانت عاقبتهم سوء وقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.